السلف كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحدم. من هم السلف؟ الجواب هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين من التابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع والأئمة كالإمام أحمد ومالك والشافعي وكسفيان الثوري والأوزاعي مع غيرهم من أئمة المسلمين. فمن هؤلاء السلف؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالسلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ما المراد بمذهب السلف؟ المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون غير من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. ولذلك لا يقبل ممن قال إن السلفية مرحلة زمنية مباركة قد انقضت، كما كتب في ذلك رمضان البوطي في كتاب له عن السلفية، أراد أن يؤصل هذا الضلال. ولكن السلف هم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، وليست بمرحلة زمنية، فإن سلفنا ليس بكل من تقدمنا ولو كان طالحا، فإن ممن سلف من كان على غير الجادة وكان من أئمة الكفر والضلال، فهل يعد لنا سلفا بهذا الاعتبار؟ فليست مرحلة زمنية، وإنما هي وصف قائم ملازم. الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهل يمكن على هذا الاعتبار أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ الجواب نعم، هي سلفية عقيدة وليست بسلفية زمان، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن هؤلاء سلفية عقيدة وعملا في الواقع. فكيف تكون في الحاضر وقد مضت زمنا؟ نعم، تكون في الحاضر عقيدة وعملا، وهؤلاء سلفية عقيدة وعملا في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، لأن الحديث الذي ذكره الشيخ الشارح حديث ضعيف، فذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر: أنتم سلفنا ونحن في الأثر. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في الكبير، وزاد من المؤمنين والمسلمين، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، وكذلك في المشكاه. روى ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه رحمه الله
شعرا: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تعد عن علم الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فهذا من شعر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. الرأي المذموم هو الرأي